then, boy? You're finished already. Look at me. Look at me. You know you're done. You are. Ali. Ali. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون ويختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر قائلا يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. And you have no idea how much I hope Allah is going to curse you to the rest of your life. You are Ali. Ali. الزنا لا يحرم. لو واحد زنى بامرأة وحملت منه يقول لك ان هذا الماء غير محرم. يعني ايه غير محرم؟ يعني دي مش بنته. يعني ايه برضه مش فاهم يا عم الشيخ. يعني هل يجوز له نكاحها؟ قال لك اه يتجوزها عادي. دي بنته. قال لك مين اللي قال بنته؟ هي لا بنته لا شرعا ولا شيء. مش بنت لن تنسب له اصلا. ولما واحد يزني بواحده ويخلف منها بنت تتكتب باسمه باسم الزاني؟ لا ابدا ابدا. يبقى مش بنته. يعني قتل المرتد مو عشان يصير مسلم. المرتد مرتكب لجرم مثل الزاني. الزاني اذا كان محصنا يرجم، اذا كان غير محصن يجلد. السارق اذا اجتمعت شروط قطع اليد قطعت يده، القاتل يقتل. فهذه عقوبات، هذه عقوبات لهؤلاء العمل الذي قاموا به، ومنها المرتد. إذا ارتد يقتل، إذا تاب من الردة يترك. إن هو يعاقب على هذا الفعل لأن فيه استهتار بهذا الدين، فيعاقب على هذا العمل كما لو سب الرسول أو سب الله جل وعلا أو كذا، فإنه يقتل لهذا الفعل وليس لأجل أن نغصبه على الإسلام. الإسلام يعني لا يحتاج ولا يريد يعني مرتزقة، يعني صير مسلم ولا ذبحناك، لكن لا ما نريد مرتزقة. أول شيء السبي لا يكون إلا الكفار، لا يجوز سبي مؤمن. يعني لا يجوز يكون قتال بين مسلمين مثلا لأي سبب من الأسباب، الفتن التي تحدث يكون قتال بين المسلمين، لا يجوز السبي أبدا. السبي لا يكون إلا الكافر، لا يسبى المسلم أبدا وإنما يسبى الكافر. وأنا أرجو أن الإنسان لا يخجل من دينه ويقول لا هذا قبل والإسلام لا يدعو إلى هذا. لا، كن قويا في دينك، أظهر دينك. نعم هذا ديني، نعم. الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل. هذه الأحوال الأربعة أبدا، لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى للإسلام، يقول أعبد الله تبارك وتعالى، الله خلقك لتعبده. فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك، نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده، ادفع الجزية. يقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال، فنقاتله لأجل هذا. فإن قتلناه فهو في النار، وإن أسرناه فهو من السبي، يصير عبدا رغما عنه لما رفض أن يكون عبدا مكرما باختياره، فسيكون عبدا حقيرا بدون اختياره. هكذا هو الأمر بالنسبة للذين لا يعبدون الله تبارك. وهؤلاء يعني لا تشفقوا عليهم، هؤلاء كفار، هؤلاء يرفضون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، يرفضون أمر الله جل وعلا، يعادون الله، يسبون الله جل وعلا. فالإنسان لا تأخذه الشفقة على أعداء الله، على ناس هم معتدون. And you have no idea how much I hope Allah is going to curse you to the rest of your life. Nothing, boy. You're finished already. Look at me. Look at me. You know you're done. You are. Ali. Ali. Wallahi, every single land, every single country, wallahi, with all their governments and all their military force and all their might and all their science and all their money and all their know-how, all with the exception of none, every country, every tree, every grain of sand,
every mountain, every river, every ocean, every ocean, wallahi, every star, every sun, every moon, every single planet, every single angel, the billions and billions and billions of angels, all of them, with the exception of none, Mikael, Jibrail, Israfil, all, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the flame of Allah, the arch of Allah, all are dead, all are dead.